يسعد صباحكم بكل الخير مشاهدي زاغروس تي في، تحيه صباحيه لزملائي في برنامج نسمات زاغروس. اليوم في مدينه الموصل سنسلط الضوء من خلال هذا التقرير على منطقه الغابات السياحيه. هذه المنطقه التي تعتبر اكثر ارتيادا من قبل اهالي المدينه بسبب الجماليه التي تتمتع بها والطبيعه. اليوم في ظل حظر التجوال هذه المنطقه اصبحت خاليه تماما. من خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على هذه المنطقه وجماليتها. خليكم ويانا. مثل هذا اليوم العام يعني حركة، يعني أجواء سفرات، ناس تروح وناس تجي. بس تدري أنت بسبب مرض كورونا وسبب المنع تجوال عندك، مو بس الغابات، الحركة كاملة توقفت. يعني وأشوف قدامك شلون حركة، ماكو كل أحد، لا طبة ولا العوائل الموصلية تلتجي علينا، والمناطق القرى والنواحي والأقضية، لأن ما عندهم مكان إلا يلجؤون إلى داخل المركز. فبالداخل المركز المكان المنتفس الوحيد هو الغابات. فمنطقة الغابات هي منطقة يعني جميلة جدا بخضارة وطبيعتها الخلابة، مثل ما وصفت لك. للسنة الثانية على التوالي محافظة نينوى وخلال فصل الربيع بالذات تشهد، يعني العام الأول صار عندنا نكبة وهي نكبة العبارة، وعزلنا تقريبا ما يقرب يعني 40 يوم 50 يوم، هو هذا يعني فترة الربيع. وهذا الربيع الثاني احنا بنفس الحالة، مرينا وجاء هالوباء هذا اللي مر على الإنسانية جمعاء. احنا عندنا سفرات مدرسية وسفرات ربيعية بالإضافة إلى العوائل الموصلية تخرج خلال فصل الربيع على المتنازهات، واحنا كان عندنا يعني إلى درجة زخم يصير عندنا فصل الربيع، واحنا كأصحاب محلات أصحاب منتزهات ننتظر الربيع يوم، لأنه هذا فصلنا مثل ما يقولون موسم. كنا من الساعة 2 يبدون عمال بالتنظيف، تنظيف الجازينوات، تحضير الجازينوات، حتى العوائل من تجي بس الساعة 5-6 الصبح، لأن هي تجي بوقت متبكر يعني شوية على مدى الأجواء الطيبة الصبح. فعاد يجون يجيبون معاهم الريوق مالهم، ويجون على الشاطئ على النهار على جماليه المنظر، ويجون تلاقون هنا يجيبون معهم الجيمر والكاهي، واللي يجي يجيب معه باكه حسب الشخص اللي الريوق ماله، لان احنا عندنا مفتوحه للجازينو، ولاي شخص الكل من يجيب معه اي اكل يجيبها يجي يدخل وينزل على الشاطئ يجي يتريق. طبعا اجواء يعني شلون ما اصور لك اياها، ما تقدر تتخيلها. إذن مشاهدينا إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام تقريرنا لهذا اليوم والذي كان عن منطقة الغابات السياحية في ظل زمن كورونا. نتمنى السلامة للجميع ودمتم بألف خير.